كانت إشراقة صباح الرابع من يونيو 2013 تحمل مزيداً من الهموم لمصر المأزومة. كانت الأزمات ثم الاحتجاجات ومن بعدهما الاضطرابات. العناوين الحاضرة على الدوام: لا صوت يعلو فوق صوت انقطاع التيار الكهربائي ونقص المواد البترولية وبوار الأراضي الزراعية بسبب العطش وعدم وصول المياه. لم تكن تلك الأوجاع وحدها مصدر أنين المصريين، وإنما امتد الخناق ليشمل صراعاً بين نادي القضاة ومجلس الشورى الإخواني في ظل تلويح الدائم بإصداره قانوناً جديداً متعلقاً بالسلطة القضائية. الوسط الثقافي المشتعل آنذاك كان له نصيب بارز من دفتر الخلافات بعدما تعالى الصدام مع الوزير علاء عبد العزيز بفعل قراراته المتعلقة بندب عدد من قيادات الوزارة وإنهاء عمل عدد آخر. هذا اليوم شهد إعلان بعض النقابات المهنية مثل نقابة المحامين فتح أبوابها لاستقبال أعضاء حركتي تمرد وتجرد لجمع توكيلات المؤيدة أو الرافضة لعزل الرئيس مرسي.